أسدت مصالح ولاية الأغواط تعليمة إلى كل من مديرية التكوين والتعليم المهنيين وكذا مديرية الخدمات الجامعية، مفادها استقبال المترشحات والمترشحين لشهادة البكالوريا القادمين من مناطق بعيدة عن عاصمة الولاية. حيث تقوم إدارة الإقامة بالتأكد من وثائق المترشح ثم تقديم بطاقة زائر تمكنه من الدخول والخروج بحرية من الإقامة، إضافة إلى شرح النظام الداخلي لها. قمنا نحن مدير الإقامة الجامعية الأخوين المنور باستضافة استثنائية لمترشحي الأحرار للبكالوريا من خارج بلدية الأغواط، ووضع برنامج خاص بهم من ناحية الإيواء، الإطعام والتكفل بهم داخل الإقامة. كما أعطينا تعليمات للطبيبة النفسانية بمرافقة المترشحين وأعطائهم بعض النصائح والإرشادات حتى يتسنى لهم تعدي هذه المرحلة. ونحن كطلبة من واجبنا استقبالهم، وفي نفس الوقت قمنا بتحفيزهم وتشجيعهم على هذا تجاوز الامتحان، كما فترة الامتحان تحتاج إلى الراحة والإقامة. كما تشمل الإقامة للمترشحات والمترشحين تقديم وجبات الإطعام بمعدل 3 في اليوم بنفس القائمة مع ما يقدم للطلبة المقيمين. استقبلونا من ناحية الإطعام، من ناحية الإيواء، من ناحية أحسن استقبال، نشكرهم على كل حال. نحن جئنا من مدينة آفلو، قاموا بأحسن استقبال وحفاوة، وكما نشكر الطالبة التي استقبلتنا من ناحية الإيواء والمأكل الحمد لله. على أمل أن تعود هذه المترشحات إلى ثنايا الإقامة، ولكن كطالبات جامعيات إذا فتح الله الأبواب وشاءت الأقدار أن تكن من الناجحات في البكالوريا.